السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم راكان بو خالد. هذا الفيديو مهدى لقناة الهضاب تي في. طبعا شكرا على حرصكم على التواصل، وسعيد جدا بأن أنا أعمل هذا الفيديو وأبعث لكم هو وأتناقش وأدردش معاكم في بعض النقاط اللي ممكن إن شاء الله تكون محط اهتمام البعض. لمن يسألني عن علاقتي بالجزائر، الجزائر بلد الثانية وأنا أحبها بشكل كبير جدا، تربطني فيها علاقات عملية وفنية واجتماعية، لدي فيها أخوة وأصدقاء تربطني فيهم علاقات منذ القدم جدا. كذلك على الصعيد العملي، يعني أنا تقريبا بدأت العمل فيها بإنشاء شركتي فيها تقريبا من عام 2017 في مجال الإنتاج المرئي والمسموع، خصوصا في مجال الطفل. فكانت هذه أحد الأسباب اللي كانت تجعلني أني أكون متواجد في الجزائر بشكل كبير خلال السنوات الماضية، إلى أن حلت كورونا وباعدتنا نوعا ما، لكن إن شاء الله نرجع قريبا بإذن الله ونكون متواجدين في الجزائر. بالنسبة لمتابعتي لمباراة الجزائر، أكيد طبعا بعد خروج المنتخب السعودي راح يكون المنتخب الجزائري هو المفضل بالنسبة لي. وكانت موضوع فكرة الأغنية يعني ما هي على البال ولا على الخاطر، لكن اقترح علي أخويا وصديقي وحبيبي محمد حطالي، طبعا هو موجود عندكم في الجزائر، قال لي راكان ايش رايك تعمل أغنية تكون مقتبسة من أغاني الكرتون وتتكلم عن المنتخب الجزائري والانتصار وإلى آخره، حتى وصلنا لنتيجة أن نعمل أغنية الكابتن رابح ونضيف عليها الأسماء تبع اللعيبة. طبعا الأسماء تبع اللعيبة أنقذني فيها أخوي وصديقي محمد حطالي. طبعا إذا في أسماء ما قدرنا نختارها بسبب أنه الأسماء يعني ما هيش موازنة للحن وما قدرنا نختارها، ولكن بعض الأسماء جات مناسبة واخترناها، فهذا كان سبب اختيار الأسماء ليس أكثر. وبالأكيد طبعا بليلي كان الهداف تبعنا. يعني رسالتي الأخيرة طبعا للشعب الجزائري، أنتوا شعب عزيز علي جدا ونحبكم بزاف وغالين علي جدا، وأنا سعيد أني أنا جزء من أفراحكم وربي لا يعيدها، جزء كذلك كنت من أتراحكم، ربي لا يعيدها يا ربي. فمحبتي العميقة لكم، وإن شاء الله يا رب دائما نكون فرحانين مع بعضنا، هذا الشيء الأول. والشيء الأخير، شكرا لدعمكم المستمر لي على مواقع التواصل الاجتماعي ولا على صعيد المعنوي، شكرا شكرا لكم، يعني أنتم جزء جميل جدا موجود في حياتي وأنا جدا أحبكم. كلمتي الأخيرة لقناة الهضاب تي في، يعطيكم العافية وشكرا على تواصلكم الكريم، وسعدت جدا بالتواصل معكم. تحياتي لكم، أخوكم راكان بو خالد.